يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تزوجت امرأة من رجل وبعد أن أنجبت له ولدين. نعم. يقول تزوجت امرأة من رجل وبعد أن أنجبت له ولدين، عمل زوجها في بنك ربوي، فهل عليها إثم في بقائها معه؟ وهل الأفضل لها أن تخلع نفسها منه؟ هل ما عنده دخل إلا من البنك؟ إذا كان ما عنده دخل إلا من البنك فإنها تطالبه بالخلع أو الطلاق. أما إذا كان عنده دخل من البنك وغيره فإنها لا مانع أن تبقى عنده، لأنه لا يتعين أن يكون ما أنفق كله من البنك. نعم.